تخيل معايا كده لاعب عنده 18 سنة وبيشارك لأول موسم في مسيرته الاحترافية، وفجأة وبدون مقدمات يبقى أفضل لاعب داخل فريق من أكبر فرق أوروبا عبر التاريخ، ويتحول الجمهور لمتابعة اللاعب بشكل أدق ويحطوا عليه أمال وطموحات الفريق كمان، كل ده وهو لسه مراهق عنده 18 سنة. لكن العيب مش على الجمهور، العيب يا صديقي على الشاب اللي قدم مستوى أفضل بكتير من أي لاعب في عمره داخل إنجلترا. صحيح هو لسه صغير بس بالكرة لعيب كبير، مسمار دفاعي في نص الملعب بس حريف، والكرة في رجله بتتكلم، نجم مانشستر يونايتد الشاب وأمل الشياطين الحمر في العشر سنين اللي جاية. كوبي ماينو صاحب ال 18 سنة هو بطل قصتنا النهاردة صديقي. قالوا عليه خليفة بول سكولز وأفضل لاعب شاب في إنجلترا في الوقت الحالي. طب هل الكلام ده حقيقي ولا فرقعة إعلامية من الإنجليز كالعادة؟ عايزك بقى إيه تحضر كوباية الشاي اللي في الخمسينة التمام، علشان الفيديو النهاردة عن لاعب الكل مستني منه كتير. وما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة والكلام ده، وبقينا نخش في الموضوع. الاسم هو كوبي بواتينج ماينو، من مواليد 19 إبريل سنة 2005. اتولد في ستوكبورت، ودي مدينة صناعية تابعة لمدينة مانشستر في إنجلترا. الأم هي أبينا هيرولد وأبوه فيليكس ماينو، والاتنين عندهم أصول أفريقية من غانا. وحياة كوبي ماينو الشخصية مش معلنة للناس زي بقية نجوم الكورة، يعني مثلا عنده 3 إخوات ولدين وبنت، لكن المعلومات عنهم قليلة جدا، والسبب في ده إن طبيعة الأسرة هي الحفاظ على السرية والحياة الخاصة علشان يحافظوا على حياة أبنائهم بشكل طبيعي، وحتى المعلومات المتاحة عنهم قليلة جدا جدا، لدرجة إننا ما نعرفش أبوه بيشتغل إيه. لكن مؤخرا بس في أحد الصحف اكتشفوا إن الأب والأم متطلقين من سنين، لكن ده ما أثرش على علاقتهم بولادهم. والدليل على كده هو المستوى العلمي ليهم كلهم، يعني مثلا أختي كوبي ماينو واللي اسمها إيما درست في جامعة ليدز وبعدها خدت شهادة في إدارة الأعمال الرياضية سنة 2019، وكمان معاها ماجستير من جامعة شيفيلد هالم في القانون الرياضي الدولي سنة 2021. وأخته التانية اللي اسمها إيفيا معاها بكالوريوس في الكيمياء الحيوية من جامعة برمنغهام سنة 2018. والمفاجأة إن جوردان ماينو أخوه الوحيد كان من ضمن الممثلين في مسلسل إنجليزي اسمه لوف آيسلاند. عموما الأسرة كان ليها دور كبير في نشأة كوبي ماينو بشكل طبيعي، وإنه يقدر ياخد خطواته كلاعب كرة قدم بشكل ثابت. وبمجرد ما لاحظ الأب تعلق ابنه بالكرة وكمان مهاراته العالية بالنسبة لسنه الصغير، قرر إنه هيوديه أحد الأندية الصغيرة في المدينة، وهو نادي شيدال ويجاتلي جونيور كلاب، وكان عنده 5 سنين وقتها. وطلب من المدربين إنهم يشاركوه في المباريات مع الأطفال اللي أكبر منه في السن، والسبب كان محاولة من الأب لزيادة القوة البدنية لكوبي ماينو، لأن الهدف كان تكوين لاعب كبير، لحد ما شافوا واحد من كشافة نادي مانشستر يونايتد وهو عنده 9 سنين، وقرر يضمه لأكاديمية النادي. وبالفعل كوبي ماينو بقى لاعب في إحدى فرق الناشئين لمانشستر، لكن مع إيقاف التنفيذ. ليه بقى؟ لأن المسؤولين في نادي مانشستر يونايتد قرروا إنه يكمل مع فريقه المحلي لحد ما بقى عنده 12 سنة علشان يستمر في التطور، وفي نفس الوقت يكون قريب من أسرته وأصدقائه وما يحسش بالزهق. وخد بالك دي حاجة مش عادية. القرار ده استثناء بيتعمل لعدد قليل بس من اللعيبة الموهوبة. وبعد ما وصل لفريق الشباب في مانشستر يونايتد اتجرب في كل مراكز نص الملعب، وبالصلاة على النبي يا صديقي الواد كان 10 على 10 في كل المراكز، وفي وقت قليل بقاله اسم جوه النادي، لدرجة انه كان بيلعب مع فريق 18 واحيانا فريق 20 وهو عنده 16 سنة بس، ومع كل ماتش بيلعبه وبيقدم فيه مستوى كويس كان اسمه بيتردد كتير داخل الفريق الاول، وبقى معروف انه يونايتد عنده موهبة كبيرة في نص الملعب، والموضوع شوية وقت بس وهيتصعد مع تين هاج. وهنا بقى قال نيك كوكس اللي هو رئيس اكاديمية مانشستر يونايتد في الوقت ده ان كوبي ماينو عنده موهبة وذكاء في الملعب اكبر من شاب عنده 17 سنة، وتحوله من لاعب شاب لنجم عالمي هيحصل بسرعة البرق. وفعلا صديقي نجح كوبي ماينو في الصعود للمرة
الأولى لتمرين الفريق الأول في أكتوبر سنة 2022، وده كان عنده 17 سنة بس، وحقق في نفس السنة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب تحت 18 سنة وظهر فيها بشكل رائع. وضيف على كده بقى صديقي تواجده في المنتخب الإنجليزي لكل الفئات السنية في انتظار بس المنتخب الأول. وخد بالك في تحركات حاليا من منتخب غانا علشان يقنعوا كوبي ماينو انه ينضم ليهم، لان اللاعب زي ما قلنا في الاول ابوه وامه من غانا. صحصح معايا يا صديقي، يعني يا عم ساوث جيت لو ما خدتش الواد معاك اليورو اللي جاي قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. والانطلاقه الحقيقيه لكوبي ماينو كانت لما شارك في اول مباراه بشكل اساسي بقميص مانشستر يونايتد، وهي مباراه تشارلتون اتلتيك في ربع نهائي كاس الكاراباو على ملعب الاولد ترافورد، واللي شارك فيها من البدايه لحد الدقيقه 60 وفاز بيها اليونايتد بنتيجه 3-0، وبعدها لعب كبديل في الدور الرابع من كاس الاتحاد الانجليزي ضد ريدينج. والمفاجاه بقى ان نسبه تمريراته الصحيحه في الوقت اللي لعبه كانت 100%. ايه ده بقى، لحد ما وصلنا للظهور الاول في البريمير ليج ومباراه اليونايتد ضد ليستر سيتي، لما شارك في اخر 10 دقائق من المباراه وكان باين انه عنده حاجه مختلفه، خاصه ضد لاعب زي جيمس ماديسون اللي حاول يراوغ كوبي ماينو وياكل على قفاه عيش، لكن وبشكل غير متوقع اتدخل ماينو وقطع عليه ميه ونور، وبنهايه الموسم فاز بجائزه افضل لاعب داخل كل اكاديميات الشباب والناشئين في مانشستر يونايتد. لحد هنا بقى احنا قدام لعيب بنقول عليه كويس موهوب وقدامه مستقبل باهر، بس محتاج سنة كده ولا اتنين علشان ياخد على جو الفريق والمنافسة في دوري بحجم البريمير ليج. لكن الفترة التحضيرية لليونايتد الصيف اللي فات في الولايات المتحدة الامريكية مسحت كل الكلام ده باستيك. طب ليه بقى؟ ومن بين كل لعيب الفريق الاول والشباب اللي شاركوا ظهر كوبي ماينو كأفضل لاعب لليونايتد 45 دقيقة ضد ليدز، وبعدها مباراة ليون ومباراة أرسنال، وكوبي ماينو هو أفضل لاعب في الثلاث ماتشات لحد مباراة ريال مدريد واللي تعرض فيها لإصابة في الكاحل خليته يغيب عن أول 3 شهور في الموسم، ولولا أنه اتصاب كان أكيد هيبدأ الموسم بشكل أساسي مع إيريك تنهاج. وبالرغم من البداية المنيلة لليونايتد أول الدوري زي ما كلنا شوف، لكن برجوع كوبي ماينو في حاجات كتير اتغيرت. واول ماتش في الدوري الانجليزي بعد العوده كان ضد ايفرتون وفاز به اليونايتد 3-0، وبالرغم ان غرناتشو سجل دبل كيك رائع في المباراه دي، لكن ابننا كوبي ماينو فاز يوميها بجائزه افضل لاعب في المباراه عن جداره واستحقاق. وكل المباريات اللي شارك فيها كوبي ماينو خلال التسعين دقيقة فاز بيها اليونايتد الموسم ده باستثناء ماتش ويست هام وماتش التوتنهام، ماتش خسارة وماتش تعادل. لكن في الماتشات وحتى اللي خسروها مش هتلاقي كوبي ماينو طالع من الملعب بأداء وحش، ومين ينسى اللي عمله في ماتش ويلفرهامبتون اللي فات وفي الدقيقة 97 بالتحديد يستلم الكرة ويعدي من الأول وبعدها يلبس التاني كوبري محترم وبمجهود فردي راح يسجل هدف في الفوز لليونايتد في اخر دقيقه في الماتش. واهم مميزات كوبي ماينو يا صديقي ان عنده رجل تتلف في حرير اللهم بارك، الباص بيطلع من رجله بالمسطره لزميله في الفريق مهما كان في حد ضاغط عليه، والاهم انه من اكتر لاعبي الوسط الشباب اللي بيقدم لزمايله تمريرات تقديمه، وهي التمريرات اللي بتكون في اتجاه مرمى الخصم، وده هتشوفه في كل لقاء. وعلى مستوى القدرات البدنيه فكوبي ماينو بيتحرك انه لسه بادئ الماتش حالا، او زي ما قال عليه إيريك تنهاج بانه موجود في كل شبر داخل ارض الملعب. وبعد كل ده نقدر نقول ان اليونايتد عندهم جوهره يقدروا يعتمدوا عليها لسنين قدام، ويخلصوا بقى من اللعيبه اللي زي ماكتوميناي والحاج إيريكسون اللي خلاص راحت عليه، ومع غرناتشو وكوبي ماينو وعليهم كام اسم محترم في الصيف اللي جاي واللي بعده، فمانشستر يونايتد يقدر بسهوله يرجع فريق تاني ينافس
ينافس على الألقاب زي زمان. لكن هيفضل السؤال الأبدي، هل إيريك تنهاج هو المدرب المناسب للفريق ده، ولا اليونايتد محتاج مدرب فرنسي أقرع وقاعد في بيته بقاله 3 سنين؟ قول لنا انت بقى في الكومنتات شايف مين المدرب المناسب لليونايتد، ورأيك بقى هل كوبي ماينو فعلا هيبقى أسطورة جديدة في انجلترا ولا ايه الكلام ده؟ وبس يا سيدي، انزل بقى ادينا لايك وما تنساش تشترك في القناة لو لسه مش مشترك طبعا، ونشوفك بقى كالعادة بكرة في فيديو جديد. سلام يا صديقي.